عشبة البابونج بشكلها الجميل يلي بيشبه شمس صغيرة، هي عشبة الأمهات والجدات المفضلة لصنع الشاي يلي بتسعفك فيه لما بتشعر بالتعب وبترغب بالاسترخاء. فالبابونج هو الاسم الشائع للعديد من أزهار الأقحوان يلي بيتمتع بكتير من الفوائد. تعزيز المناعة: البابونج مضاد حيوي بيعمل على تعزيز المناعة وزيادة حصانة الجسم ضد العدوى والالتهابات، وهو فعال بعلاج الإنفلونزا وأمراض البرد والتخفيف من أعراضها. علاج الأرق واضطرابات النوم: فهو مهدئ للأعصاب وبيساعد على الاسترخاء، وتناول من 3-4 أكواب من البابونج بيساهم بعلاج الأرق. وأكدت الدراسات والتجارب المخبرية على الحيوانات أنه تناول كميات صغيرة من البابونج بيساهم بتخفيف القلق وبيساعد على النوم وحل مشاكل اضطرابات النوم. أمراض الجلدية وتقرحات الفم: وجدت دراسة أنه شرب مغلي البابونج بيساهم بعلاج بعض المشاكل الجلدية وبهديها مثل الأكزيما والتهاب الجلد، أيضاً مفيد كغسول الفم وبيساهم بعلاج تقرحات الفم وتعزيز صحته. البابونج للأطفال: تستخدم العديد من الأمهات مغلي البابونج بعلاج العديد من مشاكل الطفل مثل المغص، الإسهال، الحمى، فهو محارب لتشنج العضلات ومهدئ لاضطرابات المعدة ومضاد للإسهال. البشرة: يعتبر البابونج محارب لبقع البشرة الداكنة ومبيض طبيعي إلها، ويقلل من الصبغات الداكنة، فهو فعال بتفتيح البشرة. ومع أنه البابونج عشبة طبية بتمتلك فوائد كتيرة، إلا أنه لازم ننتبه لبعض الأمور. فالإفراط بتناول شاي البابونج بيزيد من الشعور بالغثيان والتقيؤ وألم البطن. لا ينصح المرأة الحامل باستخدام البابونج، فبسبب ضرر على صحة الجنين، ممكن يتفاعل مع بعض الأدوية ويسبب ضرر كبير على الصحة. الإفراط بتناول البابونج يعمل على ظهور طفح جلد وبقع حمراء والتهابات شديدة.